السلام عليكم. عليكم السلام. ده منزل ورثة رضوان الجرحي؟ أيوه. أنا محضر من المحكمة ومعايا صحيفة دعوة بقضية. قضية؟ قضية إيه؟ كنت محتاج حد من ورثة لو سمحت. طب أنا حفيده ممكن أستلم؟ بطاقتك طب ممكن؟ أه دقيقة واحدة. اتفضل. في إيه يا ولدي؟ قال لي اصلا تحت خالص. شكرا. ايه ده ضيت ايدي اللي الراجل بيقول عليها؟ استني بس يا تيتا افهم. طب اقرا بصوت عالي وانا افهم معاك. عم كامل رفع قضيه بطلان عقد. بيقول ان جدي الله يرحمه كان شاف كامل قوى عقليه وهو بيكتب لكم البيت.